لا تعي معي على المطبخ فورا، في مشكلة كبيرة. مانك شايفة في عنا ضيوف؟ كيف صارت معك هالمشكلة؟ لا شو فيني أعمل يعني؟ ما كان قصدي، صارت صدفة. في مشكلة كبيرة صايرة معنا، إذا بتريدي تعي معي على المطبخ ولاقي حل المشكلة. يلا طيب ماشي جاي. أهلا وسهلا فيكم، الحقيقة نورتونا. شكرا. بدي أعتذر منكم للحظة. امشي تفضلي. شو يلي صار؟ انتي قلتي لي في مشكلة كبيرة، ماني شايفة ولا مشكلة هون. مبلا في كل شي هون غلط، ما في شي صح. احكي شو هي المشكلة. ايه أنا غلطت، يمكن لأني عملت خبز تازة لضيفن لضيوفنا. طيب وين المشكلة بالموضوع؟ أنا استعملت طحين العادي بدل طحين الخبز. أنت شو عملتي؟ في مشكلة تانية كمان. احكي. صراحة أنا عملت شوية حلو لضيفهم بعد ما نحدد موعد العرس، بس بدل ما حط مكسرات وقرفة فوقهم حطيت فلفل أسود وكمون وكمان شوية بهارات. شوفي كيف صار شكل الحلو، شو بدي أعمل؟ ليش وين كان عقلك؟ ليش كنتي ملتيه؟ انتي ما بتعرفي انه الحلو ما بينحط له فلفل اسود ولا كمون؟ وكمان الخبز بنعمله بطحين الخبز. بصير بطحين العادي، خلينا نضيفهم خبز. ما بتعرفي بكل الاحوال بجوز تعجبهم النكهه الجديده اللي عملتها، بجوز ياكلوا ويصيروا يمدحوني. شو انتي جنتي على الاخر؟ مستحيل حدا ياكل من هالخبز اللي عملتيه. مين بيعمل الخبز بالطحين العادي؟ انا. انتي ليش بتكرهي الطحين العادي؟ انتي بتحبي المعجنات كلها، رح اروح ضيفهم خبز. استني شوي. انتي مانك طبيعية ابدا يا بنت، ليش هيك ريحتك؟ قولي، ما بكفي خربت الدنيا وما عرفتي تجهزي حلو للضيافة؟ انتي ليش مزعوجة هالقد؟ يمكن تعجبهم الضيافة تبعي، بجوز تعجبهم النكهة الجديدة اللي ضفتها على الحلويات. هدول ناس كتير محترمين، كيف بدك تضيفيهم هالاكل وبدك يمدحوكي كمان؟ بس انتي كيف غلطتي؟ الخبز ما بينعمل بالطحين العادي. طيب وين المشكلة؟ هو هاليوم وما بقى نشوفهم، ومن بعدها ما بقى رح يرجعوا لهون وياكلوا من هذا الخبز اللي عم بعمله. بس ليش لحتى نضيفهم من هالخبز؟ ها هذا اللي أنا عم حاول أقوله، والعرس كمان ما بصير غير مرة واحدة، لكن ليش هلأ غلطتوا؟ بس بريتا وبريت في الاثنين مستحيل يكونوا لبعض، مشان هيك زواجهم مثل وقت منحط الكمون فوق الحلو والخبز بالطحين العادي. معزين بالعرس رح يقولوا لك إنهم مناسبين لحتى يكونوا مع بعض. خليني أقول لك اللي حاسسته، نيناتهم مو لبعض أبداً، ماني موافقة على هالزواج. لوين بدك توصلي؟ أنا بدي إياكي تعرفي شو يلي بقلبي بصراحة. رح تسمعي مني؟ كل اللي بدي إياه إنه بنتك بريتا تتزوج من كاران لوترا، مو من هداك التافه بريت في هذا اللي بميت وش. شو بريتا؟ لازم تطلعي على حالك، مبين من وشك إنك بتحبي لكاران وكتير حابة تشوفيه، لهيك حلمتي فيه إنه إجا لعندك. كان لازم تحلمي هالحلم من زمان كتير، بس أهم شيء إنك بالآخير اعترفتي إنك بتحبي لكاران. هاي هي أجمل اللحظات،